السلام عليكم. في هذا المقطع راح أتكلم عن أفضل إعدادات لأوفرواتش 2، الإعدادات اللي يستخدمونها أغلب المحترفين وأغلب لاعبين أوفرواتش 2. راح نبدأ بالأوبشن طبعا على طول. طيب بنبدأ بإعدادات الجرافيكس، وهي أهم إعدادات في اللعبة. هذه هي اللي راح تحسن لعبك، راح تخلي لعبك أسرع، تخلي لعبك أخف. نجي نتكلم عن الريزولوشن. الريزولوشن طبعا تحط أعلى شيء عندك من ناحية الفريمات، يعني ما أقصد تحط ريزولوشن 4K، لا أنا أقصد تحط أعلى شيء عندك بالفريمات. ومن ناحية الريزولوشن فتعتمد على الشاشة اللي عندك، سواء كانت 2K سواء كانت 1080 نفس اللي عندي. الريندر سكيل نحطه كاستم، بعدها تحطه 80. ليش 80؟ لأن شفت كثير يتكلمون أن هذه راح تخفف على الجهاز، أو خلنا نقول راح تزيد فريماتك إذا حطيتها 80 أو قليتها أكثر، لكن 80 جدا مناسبة وأغلب اللاعبين يحطونها 80. الفريم ريت أكيد كاستم، دائما تحط أعلى شيء تقدر عليه، لو تقدر تحط 600 حط، لكن أحس مبالغة. فكذا لاعب شفته يحط 300، فأنصحكم تحطون 300 فريم. الفي سينك أوف، هذه أوف، هذه تحطها أون، هذه إنيبل بوست، لا تحط ديسيبل ولا تحط إنيبل، حط إنيبل بوست وما عليك. هذه زي ما هي. نروح على الجرافيكس كواليتي. طبعا هنا نيجي الكلام، هنا نتكلم عن جودة اللعبة. الأغلب وخلنا نقول اللعيبة اللي يلعبون كومب وزي كذا واللعيبة المحترفين يفضلون يحطون أقل جودة. ليه؟ لأن اللعبة تكون أخف، تعطيك أعلى فريمات، زائدا لعبة أوفرواتش الجودة فيها جدا ممتازة، حتى على لو الجودة فيها جدا كويسة، فما يحتاج أصلا أنك تعلي الجودة، راح تضعف الأداء وراح تاخذ فريمات أقل. فأفضل شيء أنك تحط لو سيتينجز، وتقدر تعدل زي ما أنت شايف. أنا حاط الإعدادات هذه تكسر كواليتي كلها لو، كل شيء أقل شيء، حرفيا كل شيء حطه أقل شيء. هذا يعطيك حدة في صورة اللعب. راح أحط لكم بعد شوي مقطع يوضح لكم الفرق. فعشان تحط أفضل شيء وما يكون يثقل على الجهاز أو اللعبة، عشان ما تثقل معك اللعبة، تحط AMD اللي هو FSR 1.0 إذا كان في أعلى بنحط، لكن هنا هذا الشيء الوحيد. الإيمج شاربينج تحطه 65، تقدر تزود تقدر تنقص، لكن أفضل شيء 65. بعدها نروح على الديتيلز. طبعا هذه الديتيلز اللي تعطيك تشوف فريم ريت والفيرام والبينجو وكذا، يعني اللي هي تطلع لك على اليسار فوق، فأنت حطها كلها أون، هذه حطها أوف، وهذه أوف. بس هذه بعض اللقطات اللي من داخل اللعبة بنفس الجودة. طبعا زي ما انتم شايفين الجودة مش سيئة أبدا، وبالعكس الفريمات جدا عالية واللعب جدا سلس. وبس هذا كان نهاية المقطع. شكرا للمتابعة، السلام عليكم.